يلي بده يتحدى هي الحارة من هدى. السلام عليكم. كواليس مسلسل باب الحارة الجزء الثاني عشر وظهور أبطال جدد في المسلسل. أكدت العديد من المصادر والمواقع المختصة في أخبار الفن أنه سيستمر تصوير أجزاء جديدة لمسلسل باب الحارة، وسيعرض الجزء الثاني عشر في رمضان 2022، وأنه لن يتوقف عمل أجزاء جديدة للمسلسل إلى أن يصل إلى الجزء العشرين كأقل تقدير، وذلك طالما ما يزال المسلسل يحظى بشعبية بين الجمهور. وقد أكدت العديد من المصادر أيضاً أنها ستكون الممثلة صفاء سلطان من المشاركات الجدد في باب الحارة، ولم تتضح طبيعة دورها في المسلسل. وسيكون أيضاً من المشاركين كما ذكرنا في فيديو سابق الفنان دريد لحام. ولم تحدد شركة قبلناط الدور الذي سيلعبه الفنان دريد لحام في المسلسل. وأيضا هناك العديد من المصادر أكدت أن شخصية أبو بدر التي قام بتأديتها الفنان محمد خير الجراح ستعود للمسلسل، وذلك لإضافة القليل من الكوميديا للعمل. وطبعا ما زال الباب مفتوحا لعودة الكثير من النجوم السابقين للمسلسل، خصوصا أنه لم يتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل إلى الآن، ومن المتوقع أيضا البدء في تصوير العمل مطلع العام القادم. فهل تتوقعون عودة سامر المصري الذي لعب دور أبو شهاب أو العقيد معتز، وعودة المسلسل لسابق عهده وشهرته الكبيرة التي حققها من قبل؟